السنجاب الطائر، طبعا هذا إلي فترة أنا موصي عليه عرفت أجيبه. حكيت هذا السنجاب الطائر مش إنه إله جنحان وبطير، هذا النوع من السناجب بكون على الشجر، مثلا تطلع له حي على الشجرة أو إشي بده يفترسه، شو بيعمل؟ بيفتح هيك بفرش، إله هنا جلد، بس طبعا أنا عبين ما يتعود ويتدرب، شايف الصعبة هاي بديش افتحه لانه بخاف اولها. شاطر و لا لا تقول شي، ايدي مش اكل. وبيفرد حاله وبيخفف من ايش، من النزول السريع، بيفتح الجلد تبعه وبنط من شجرة لشجرة، يعني بيقدر ينط من ارتفاعات شجر عالية، بس اللي بيساعده اللي هو ايش، بنفش اللي هو من هون وبنفش من هون، بيفتح فبصير كيف زي المظلة، فبنزل نزول يعني مش سريع، بطيء. لا 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 مش أكل طبعا. هذا بتقدر السنجاب بوكل فواكه، تفاح، اشي حلو، عسل، ولازم كمان يوكل معاه لحم، شوية لحمة، يعني لحم دجاج اشي زي هيك، لازم يوكل اشي خفيف والفواكه والاشي الحلو. يعني بجنن، اخيرا حصلت عليك. شوف ما احلاهم اصغره، طب انا بكبرش كثير يعني، هيك بضل حجمه، بكبر كمان شوي صغير. شطور، انت بتجنن. يلا تعال انزلك، انزل، تخافش تخافش تخافش، طبعا بده تعويض على الحمل لسه. شوف قفصه ما احلى، تعال على البيت تبعك، انزل ادخل، لكش بلاش، يلا ادخل، بطل بدك تدخل، تعال انا بدي اعوضه على الايد بس بدون ما يعض. لا لا اوعى تعض، عض هو بس خفيف طبعا. يلا ادخل، بده شوي شوي، تعلق له هاي، اذا هو بده يدخل